اسمحوا لي ان افتح قوسا هنا ولو من باب فقط الاستطراد الى حزم يعني من باب الشرح فقط، ان اوضح الى ان هذا الاهتمام كثيرا بسؤال العداله والانصاف والاعتراف ضمن اهتمام واسع بقضايا التنميه والحرمان والفقر، وبكيفيه باخرى قد شكل مجال اهتمام أمارتياسا من خلال مناقشته لأطروحة المفكر الأمريكي الذي سبق أن أشرت إليه الفيلسوف جون راولز، أطروحته العدالة كإنصاف وباعتبارها إنصافا. هذا الكتاب أيضا موجود وهام جدا، وهو من ترجم صدر عن المنظمة العربية للترجمة في بيروت، هو موجود كذلك في صيغة البي دي اف، يمكن أن تعودوا إليه، هو جميل ورائع جدا. إذا قلت أنه رد على هذا من أجل مناقشة أفكار هذا الكتاب، أصدر سون كتاب فكرة العدالة ليرد بطبيعة الحال أو ليناقش بعض أفكار سون راولز. راولز الذي لم ينظر إلى الأولمية تناول الفقر هكذا بكيفية مباشرة، ولكنه بكيفية غير مباشرة ربطه بغياب الحقوق الأولية والمزايا وما يسميه إذا شئنا بالحقوق الأولية والقاعدية والأساسية للغربز، والتي يشكل فقدانها غيابا لمقومات العدالة الاجتماعية، وغيابا أيضا للإنصاف الذي يشكل مدخلا أساسيا لهذه العدالة الاجتماعية. العموم ليس هذا هو ما يهمنا، قلت إنه من هذا المنطلق وفي إطار الرد دائما رفض أمارتيا سان العقلانية الصارمة لراولز التي عبر عنها من خلال مفهومي الوضع الأصلي وحجاب الجهل وموضع افتراضيتين لدي الخوض هذا النقاش، سواء حول محدودية المفهومين معا أو علاقة الاجتماعي فلسفة عصر الأنوار، فلسفة العقل الاجتماعي. إذا قلت يرفض سون في كتاب فكرة العدالة طروحات راولز التي تركز على الأوضاع المجردة المتعالية وتغفل الواقع المعيش، ولذلك نجد بأنه يشدد كثير على الإمكانيات والخيارات الاجتماعية المتوفرة، الخيارات والإمكانيات القابلة بالحد من الظلم والقابلة بتقليص مدى هذا الظلم. من هنا يركز السون في نقده لراولز أو لبعض فقط أفكار راولز رغم إعجابه الكبير بكتاب راولز، يركز على المظاهر المضادة للعدالة التي تعاني منها البشرية والتي تتظهر أساسا في الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإقصاء الثقافي وفي الظلم والحيف بكيفية تعمق في نهاية الأمر هدر الحقوق. من هنا بطبيعة الحال سوف يدرج وسيوسع سان تحليله لقضايا الفقر والتنمية وما إلى ذلك ضمن إطار أوسع يربط بين هذا المفهوم أي مفهوم الفقر ومفهوم التنمية وما بين مقولة العدالة والإنصاف. طبعا لا أريد أيضا ما دمت أتحدث عن نقد المقاربات، لا أريد أن أمر من دون أن أتوقف كذلك عن بعض المقاربات النقدية التي تبنت حركة نقد وتجاوز المقاربات المؤشراتية ولمحدوديتها. لابد من أن أشير هنا إلى العمل الهام الذي أنجزه أولريش بيك حول مجتمع المخاطرة سيتي دو ريسك، والذي نبه فيه كذلك
إلى أن نظرة الخبراء ذات الطبيعة التقنية السافة تجعل لغة الأرقام ولغة المتوسطات التي تنتج بصدد الفقر، بصدد البيئة، بصدد التنمية المستدامة، بصدد الصحة، الأمراض إلى آخره، تجعل هذه المقاربات تخفي الكثير من جوانب اللبس وتخفي حقائق كثيرة حول هذه الظواهر. ينبهنا أولريش بيك في الكتاب ذاته أنه إذا سلمنا بهذه النظرة أو المقاربة التقنية أو المح التقنية، إذا سلمنا بها كباحثين لن يظهر أي مشكل سواء كان اقتصاديا أو بيئيا أو اجتماعيا. وأريد هنا أن أقتبس مثالا بسيطا جدا إلى حد أنه يثير الاستغراب في توظيفه، بسيط جدا ولكنه يحمل وينطوي على مغزاوة دلالة هامة فيما يتعلق بنقد استعمال المتوسطات، لغة المتوسطات والنقد. يريد في الكتاب مثالا أو لرجلين يمتلكان تفاحتين، أكل أحدهم التفاحتين معا. يقول بيك: يمكن القول اعتمادا على لغة المتوسطات وعلى لغة المؤشرات الكمية أن كل منهما أكل تفاح. إذا ما حملنا توزيع الكوارث، إذا ما حملنا توزيع الغذاء العالمي، إذا ما حملنا علاج الأمراض على هذا النهج، نهج لغة المتوسطات، سيصبح قولنا كما يلي: بالمتوسط جميع الناس على هذه الكرة الأرضية يأكلون ويشبعون. هذا المثال البسيط ما الذي يوضح؟ وماذا يوضح؟ يوضح لنا أنه أن لغة المتوسطات، الدخل، المؤشرات الرقمية أو المحض رقمية فقط التي تعتمد فقط التكميم والكم، غالبا ما تضمر الكثير من الحقائق، ولكنها في الآن ذاته كما يقول بيك تضمر استخفافا بعقول أو بعقل المتلقي. وأضيف إلى هذا الأمر شديد من عندي أن لغة الاستخفاف هذه تبلغ مداها عندما تدمج محتويات هذه الخطابات ذات المؤشرات الرقمية في خطابات ذهنية تحول هذا الخطاب إلى أمر مقبول ومتبع معه. إذن هنا لغة الأرقام أو الوقوف عند لغة المتوسطات بهذا الشكل يعني استبعاد وجود مواقف يتم في سياقها التعرض لأخطار اجتماعية غير متساوية كالحرمان، الهشاشة، الفقر، البطالة، أخطار العمل، الأمراض. بمعنى ما إن توصيف حالة مجموعة من الأفراد على أنهم يعانون الحرمان لا يعني بكيفية ما أنهم يعانون الحرمان بنفس الحدة، كما أن الحديث عن أخطار العمل أو عن افتقار العمل أو عن حتى التوفر على عمل يطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة العمل، حول ما إذا كان مقبولا اجتماعيا كذلك، حول ما إذا كان كافيا على سداد نفقات فرد أو أسرة. إذن هنا لا يكفي الحديث عن الكم، ولكن تحتاج التحليلات التقنية إلى أن تمضي قدما نحو مقاربات أشمل تدمج لغة الأرقام في سياق مقاربات ذاتية كذلك تتحدث عن الظاهرة في تفاصيلها.